أسبوع في عنا حلقة من المطبخ العربي الأصيل. شيف اليوم حيعرفنا على أشهى الوصفات من المطبخ العراقي. هاي ملك. هاي شيف، شو عراقي اليوم؟ اليوم عراقي. ايه. اكيد من المطابخ القديمه مأثر اكيد بالبلاد اللي حوله، من تركيا، من الشام، من ميله ايران كمان. اكيد مطبخ عريق وقديم وبيشبه مطبخنا. فنقينا كم طبخه حنعمله اليوم. حنعمل بقلاوه، حنعمل رز مثل الكبسه العراقيه، حنعمل دولمه هي الخضره المحشيه، رز ولحمه. وحنبلش. اوكي.